أما السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فقد هنأت أيضا الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، والتي قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن والدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب. قالت السيدة انتصار السيسي: حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير.